الذهبي؟ بيراميد الذهبي ابن فلاحين منحدر من مجموعة العبيد والعبيد السابقين. ولد في منطقة ترحال العبيد والعبيد السابقين وراء المراعي والطبيعة. وكلف كفاح العبودية عن طريق التمدرس، يعني الابن الوحيد الوالد الذي تمدرس. طيب أنت تقول أنك حامل رسالة، متى بدأت تنفيذ هذه الرسالة التي حملت بالرسالة منذ سن 10 سنين، حين حكى لي والدي في حادثة مشهودة في حياتي ما هي علاقتنا بالاسترقاق. وقال لي أنه ناهض الاسترقاق جسديا وذهنيا، ولكنه عجز عن مناهضته بالفكر وبالثقافة وبالعلم لأنه لم يتعلم. وقال لي أنه اكتتبني في المدارس كي أناهض فكريا وعقديا وعلميا الاسترقاق. ومنذ ذلك أنا في تنفيذ هذه الرسالة، ولكن تنفيذها الفعلي بدأته عند إنشاء مبادرة بهذا الحركة الانعتاقية. قبلها كنت في الدراسة وكنت في البحث المضني عن العبودية وأشكالها في العالم وخاصة في موريتانيا. طيب طبعا بعد تأسيس هذه الحركة في موريتانيا واجهت الكثير من الصعوبات والمضايقات كما تقول. نعم، واجهت الكثير من المضايقات، السجون، حظر المنظمة، الفصل من العمل بالنسبة لي وبالنسبة لزملائي المقربين مني، وكذلك السجون وحملات التكفير المنظمة من طرف الدولة والمهيمنين في المجتمع المستفيدين من العبودية. وما زالت هذه الحملات والصراعات والسجالات بيننا وبين معسكر الظلم، معسكر الاستعباد. متى تبلغ ذروتها هذه المواجهة؟ تبلغ ذروتها كلما خطونا نحن خطوة جبارة نحو تفكيك البنية الذهنية التي تمكن المستعبدين من إخضاع العبيد وذرار العبيد ولو المتعلمين منهم عن طريق الدولة. كلما خطونا خطوة جبارة في تفكيك هذه السلاسل الذهنية، وكلما خطونا خطوة في اتجاه فتح حقيقة النظام الموريتاني التي إسلامه زائف وديمقراطيته زائفة أمام العالم، أمام الرأي العام الوطني والدولي، كلما وقعت خطوة جبارة كلما اشتدت الخطورة. مثل الآن حينما جناحنا السياسي المنفصل عن الحركة الحقوقية إيراء ولجأ إلى حزب من أحزاب الموريتانية من أجل مقارعة النظام انتخابيا ومن أجل الاستفادة من جمهورنا العريض، من التعاطف العريض بالنسبة لنا عند الجماهير، حينما أردنا الاستفادة من سكوننا في قلوب سكننا في قلوب المواطنين الموريتانيين، ترجمة ذلك عن طريق صناديق الاقتراب، عن طريق ولوجنا للمجالس التشريعية والمجالس الجهوية والمجالس المحلية في موريتانيا. في مناسبة كهذه التي نعيش الآن يشتد عداء النظام وينفث سمومه، مثل الآن يشن علينا حملة مسعورة كوننا تحالفنا مع هؤلاء الشباب الذين يعتبرهم النظام الآن في دعايته ضدنا أنهم هم من أسسوا وهم من نفذوا الإبادة، محاولة الإبادة التي طالت الزنوج في موريتانيا من سنة 1986 إلى سنة 1992. طبعا أنتم تحالفتم معهم بعد منعكم من تأسيس حزب السياسة. بعد تحالفنا مع حزب الصواب بعد منعنا من تأسيس حزب سياسي ومنعنا من تشريع منظمة إيراء ومنع جميع الأحزاب من تقبلنا وترهيبهم.
هل حاولتوا مع أحزاب أخرى؟ حاولنا مع كل الأحزاب إلا أحزاب الأغلبية التي تساند الرئيس محمد عبد العزيز. نحن رفضنا أي خطوة اتجاهها، ولكن جميع أحزاب المعارضة بشتى أشكال المعارضة محاورة ومقاطعة حاورناها وحاولنا الدخول في أحزابها ولكن لم نفلح. ولماذا الصواب؟ هو 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 الحزب الوحيد الذي تقبل هذه الشراكة. ما هي الشروط التي قبلها بها؟ لا لم 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 يضع شروط، لم يضع شروط، بل تقاسمنا فقط المناصب الانتخابية في الانتخابات المقبلة، وشرطنا كان أن يدعموا ترشحنا في الانتخابات الرئاسية، وكذلك تقبل بجميع خطابنا وأهدافنا، خطابنا الحقوقي والقضايا الحقوقية الكبرى في موريتانيا التي ندافع عنها. هل ستحافظون على هذا الخطاب في الحملات الانتخابية؟ طبعا. لماذا؟ لأننا لا نقبل تحت أي ظرف أن نتخلى عن هذا الخطاب، ولأن زملائنا في حزب الصواب لم يطلبوا منا التخلي عن هذا الخطاب كشرط لشراكتنا. لكن هناك من يتهمكم بنشر خطاب الكراهية. لا صحيح. هؤلاء كاذبون، لأن كذبتهم الأمم المتحدة حين منحتنا وسام الأمم المتحدة الذي يمنح كل 5 سنوات للشخصيات البارزة في العالم التي تمثل نضالا سلميا ومطابقا لمعايير النضال السلمي والقانوني والشرعي التي تحث عليه الأمم المتحدة. هل أنت عنصري؟ لا. هل تطالب بسحق البيضان؟ لا. لم تطالب بهذا يوما؟ لا. طيب لماذا بعض الذين رافقوك في الحركة وخاضوا معك غمار هذه المعركة التي تصفها بالمعركة الحقوقية الإنسانية تخلوا عنك في وسط الطريق؟ هم لم يخوضوها في خطوط أمامية، ولم تطالهم جميع لم تطالهم ثقل الهجمات والحملات والعذابات، ومن تخلى منهم تخلوا تحت تأثير الرشاوي والخوف من السجون. هناك من سجنوا وبعد ذلك تخلوا. سجنوا وخلال السجن قبلوا بشروط السجانين وخرجوا يطبلون للسجانين. كانت هناك مفاوضات في السجن؟ كانت هناك مفاوضات في السجن وهم تقبلوا بشروط المفاوضين. هل حاولوا مفاوضتك أنت؟ حاولوا مفاوضتي دائما وما زالوا يحاولون، ولكن موقفي ما زال كما هو. لذلك أنا تتكرر زياراتي للسجون ومكوذي في السجون. ماذا يقترحون عليك مقابل التخلي؟ لم يقترحوا علي إلا الرشاوي بصفة غير مباشرة، بصفة أديبة. مثل ماذا؟ مثل العاصب. نعم. من الاستفادات هكذا هكذا، المزايا مادية. هناك من يقول أنك تدعو في بعض الأحيان إلى ضرب أو سحق الفقهاء، فقهاء الدين الموريتاني، لماذا؟ لا أدعو إلى سحقهم وإلى ضربهم، ولكن أدعو إلى تحييدهم عن كرسي الإفتاء الشرعي، عن تملك كلمة الدين وتفسير الدين وفتوى الدين، لأنهم لم يكونوا في هذه الربوع أمينين مع تفسير الرسالة الإلهية، الرسالة المحمدية، وفسروها على نزواتهم وهوائهم وعلى أغراضهم الطبقية العنصرية الخاصة بهم وبذويهم. لذلك أنت حرقت بعض الكتب الفقهية. حرقت هذه الكتب لأنها تسيء إلى الإسلام وتشوه صورة الإسلام وتعطي صورة سيئة عن الإسلام، ولأنها حرقت الكثير من المسلمين في هذه الربوع، منهم أهلي ومجتمعي وقوميتي التي هي قومية الحراطين المستعبدة المسترقة. هل أنت نادم على ذلك؟ لا أبدا، أنا معتز بذلك العمل، أعتبره عمل بر وسيشفع لي عند الله تبارك وتعالى غدا بين يديه. لماذا أنت هنا في هذا الحي؟ حي العبيد والعبيد السابقين، حي الرياض،
حي الفقراء وحي يسكنه بأكثرية ساحقة هؤلاء البسطاء، هؤلاء المنبوذين في هذا المجتمع، هؤلاء المسترقين الذين لا تسخى لهم الدولة والمهيمنون على الدولة على أن يجدوا مساحات سكنية واسعة وشاسعة مثل التي في تفرق زينة في أحياء الرفاه التي هي أحياء فئوية خاصة بالمهيمنون وبعرق العرب البربر. مناوئوك يتهموك بالمتاجرة بهؤلاء، هل هذا صحيح؟ مناوئوني يأخذون علي لأني لم استجب لتقبل تجارتهم التي ابتاعوا بها وابتاع من عندهم الكثيرين من الناس كانوا في موقفك مناهضين لهذا الاسترقاق، مناهضين لهذه الهيمنة. وحينما لم أقبل، إن كنت متاجرا لقبلت ما يقدموه هم لي، لأن الذين قبلوه ها هم في تفرق زينة، ها هم في القصور، ها هم في المناصب العليا، ها هم في سيارات رفاهية وفيلاهات رفاهية على منأى من ضيق العيش وضيق ذات اليد كما هو واقع بالنسبة لي أنا هنا. أنت تعيش ضيق؟ أعيش ضيق ماديا؟ ماديا نعم. يتهمونك بأنك تتربح بهذه القضية وأن لديك منازل أيضا في عجزوا أن يعطوا أدلة على أكاذيبهم، عجزوا تماما أن يعطوا أدلة على أكاذيبهم، هذا تقول فقط ولم نجد له دليلا ملموسا. وأنا أتحداهم أن يخرجوا الدليل، أنا حكمت مرات وشنت علي حملات إعلامية كبيرة مرات وحملات تكفير، لماذا خلال هذه الحملات لا يضعون الدلائل والبراهين في أيدي المستمعين أمام عيون الجمهور؟ هل كنت راضي يوما ما عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية في موريتانيا؟ لم أرضى عنها قط أبدا. ولم تقل ذلك؟ ولم أقل ذلك، وأريد أن أجد دليل أني قلت ذلك. ما هي رؤيتك للعدالة الاجتماعية في موريتانيا؟ كيف تتحقق؟ تتحقق فقط برفع المظالم، ورفع المظالم لا يمكن أن تتحقق قبل الرجوع عن التفاسير الفقهية الخاطئة الكاذبة التي تجعل من نصف المجتمع عبيد مملوكين من طرف نصفه الآخر، ولا بد من رضوخ الكل في ميزان قوة نضالي وشعبي وجماهيري لعقد اجتماعي يصاغ من جديد يكرس دولة المواطنة ودولة القانون، المساواة أمام القانون، المساواة أمام الثروة في البلاد، والمساواة أمام الله تبارك وتعالى التي بين جميع المسلمين هنا، التي لا يقر بها البعض، نصفنا المهيمن حتى الآن. هل تعتقد أن هذه الوضعية التي تتحدث عنها تعود إلى تطبيق للدين أو إساءة فهم للدين أم ماذا؟ هذه الوضعية تعود إلى غريزة الهيمنة والتغطرس والتجبر التي تسكن البشر، ونحن بشر، وهؤلاء البشر استهوت هم أنفسهم بسحق بعضهم واسترقاق بعضهم والاستقواء بعرق جبين بعضهم، وقطعاً لتبرير وتشريع هذا استخدم الدين استخداما ظالما وأسيء على الدين، لأنه لويت رقابه وكسرت رقاب النصوص كي تبرر هذه الوضعية المخلة. كي تبرر وضعية سابقة أم وضعية حالية؟ وضعية حالية، حالية، وضعية لاحقة، لأن الدين حينما جاء يعني عدم العدالة الاجتماعية القائم في الدولة الآن يعود إلى تفسيرات دينية؟
نعم الى خلل في القوى على غطرسه بشريه طب اولا هذه الغطرسه احتاجت الى تبرير غطرستها وتشريعها ولجأت الى الدين اللي هو اليافطه الشرعيه الاكثر جدوائيه. مظاهر الفقر والحرمان هل هي خاصة بفئة اجتماعية في موريتانيا أم تشمل كثير من الفئات؟ ظاهرة الفقر والحرمان في موريتانيا تشمل بالأخص بصفة شبه عمومية مجموعة الحراطين مكون الحراطين، ولكن مجموعة السود الأفارقة الموريتانيون شملتهم بعد أن طالتهم محاولة الإبادة منذ سنوات من الثمانينات والتسعينات، وصودرت أموالهم وهجروا وأقصوا من الإدارة ومن مراكز القرار ومن مراكز النفوذ، وبدأت هناك عبور للصحراء بالنسبة لهم، حتى أصبح وضعهم في كثير من الأحيان يشابه وضع العبيد السابقين أي الحراطين. ولكن ثمة فئات ولو قليلة، مجموعات ولو جيوب ولو قليلة من مجتمع البيضان أيضا يطالها هذا الفقر المدقع. كم تقدر نسبة البيضان الذين يعانون من البيضان؟ ليست بالكثيرة، ولكن يمكن أن تكون 10%. ذلك بكم تقدر نسبة المكونات الاجتماعية للمجتمع الموريتاني؟ إذا قلنا الحراطين البيضان، أظن أن الحراطين يزيدون بقليل على 50%، أظن على أن القبائل الإفريقية الموريتانية تزيد بقليل على 35%، والباقي من البيضان. 15% يعني؟ 20-15. تتحكم في البلد؟ تتحكم في كل مفاصل البلد. طيب، بعض المناوئين يقولون إنك من فبركة النظام، هل هذا صحيح؟ أنا أظن أن النظام فبرك أناس كي يكونوا معه في أجندته، وها هم في أجندته يشغلون جميع المناصب، يشغلون جميع، يمثلون الأبواق، يمثلون جميع يافطات لتبرير سياساته ولحملها كلامي عنها والدفاع عنها. وأظن أن النظام كرس كل قواه لكفاح بيرام وكفاح منظمة إيران التي يقودها بيرام، وقام بكثير من المحاولات اجتثاث المنظمة وقضاء على المنظمة واندثار المنظمة، وما زال يحاول. ولكن أظن أن منذ ولوج السلطة من طرف هذا الجنرال محمد بن عبد العزيز، المنظمة الوحيدة والشخصية الوحيدة التي كلفته كبدته خسائر كبرى في الصراع السياسي هو أنا ومنظمة إيران. طيب، بالنسبة للانتخابات الرئاسية الماضية، هل صحيح أنك حظيت بدعم من النظام؟ لم أحظى بدعم من النظام، ولكن حظيت بعدم عرقلة الترشح من طرف النظام. لماذا ترجع ذلك؟ لأن النظام كان يظن أن بعد الترشح أني سأكون أكثر ألفة، سأكون أليفا أكثر ومتقبلا أكثر، وسأكون جسرا، ستكون بعد ما بعد الانتخابات بداية جسر يمثله بيرام للتمرير سياسة النظام اتجاه الحراطين، هكذا كان يظن. هذا ما أظن أنه كان يظن. هل فاجأتهم النتيجة؟ فاجأتهم النتيجة بعد أن حين خط الحملة بخطابي وبنبرتي وبكل حماسي من دون أن يطاله اللبس، وحينما خرجت أيضا متحمسا لمواصلة مقارعتهم في الساحة الحقوقية والسياسية حتى الانتخابات المقبلة، كان ذلك مفاجأة لهم وإحباط، ولذلك قرروا تسديد ضربات أمنية متتالية للمنظمة ولي أنا، سجني والحكم علي بسنتين 2014، ثم إعادة الكرة والسجن
جميع أعضاء المكتب الحركة 2016 وكل ما نتج عن ذلك من رافق ذلك من حملات تشويه وشيطان. هل تتوقع أن يحاربوك في الانتخابات القادمة؟ جدا. كيف ستكون هذه المحاربة؟ حرب دروس سيكون بين ناس سيحاولون أولا منعي من الترشح، وسيحاولون إن لم يمنعوني من الترشح سيحاولون شق صف المنظمة والأوساط الجماهيرية المتعاطفة مع المنظمة، وهذا بدأوا فيه، بدأوا بتحريض الزنوج الأفارقة الموريتانيين، تحريضهم أن برام عدوا لهم وأن حلفاء برام حزب الصواب هم بعثيون هم الذين خططوا لإبادة الزنوج وكذا. هذه حرب بدأت. برام، ماذا تعني الأسرة بالنسبة لك؟ الأسرة هي من أكبر ضحايا أفكاري وقناعاتي وانخراطي في النضال، لأن النضال والوقت المكرس للنضال والأهبة دائما من أجل النضال حرمت الأسرة والأطفال من دفوءة الأبوة ومن كثير من مراقبة لتمدرسهم ولترعرعهم، حرمهم النضال كثير. هل تخاف على نفسك وعلى أسرتك؟ أخاف على أسرتي. من ماذا؟ من ورائي. حين أرحل عنهم وهم ما زالوا في أمس الحاجات إلي، أما نفسي فليس هناك، لم يعد هناك مجال للخوف على نفسي، لأن الله قضى ما قضى، فحياتي مرتبطة بهذا النضال وبهذه المعركة، وسنحققها أو نموت دونها إن شاء الله. كحركة حقوقية، ما هي حصيلة هذه الأعوام